بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بكم أعزائي طلبة وطالبات تانية ماجستير إحصاء. برحب بكم جميعا في محاضرة من محاضرات مادة نظرية التقديرات الخطية. معانا النهاردة انحدار ريدج، ده أسلوب بديل للمربعات الصغرى. عايزين نعرف إمتى بيستخدم وإمتى بيتفوق على المربعات الصغرى وكيفية الحصول على تقديراته. نشوف مع بعض الكلام دوت بالتفصيل. في مقدمة صغيرة، المقدمة دي ممكن يكون موضع سؤال، مش معنى انها مقدمة ان هي بره الموضوع. بتقولي ان انحدار ريدج ده اسلوب لمعالجة الازدواج الخطي المالتي كولونياريتي. الازدواج الخطي ده احد مشاكل القياس، احد مشاكل القياس الثلاثة. طبعا اشهر ثلاث مشاكل من مشاكل القياس: مشكلة اسمها الازدواج الخطي، مشكلة الارتباط الذاتي بين البواقي، ومشكلة عدم ثبات التباين بتاع البواقي. مشكلة الازدواج الخطي دي يمكن بعضكم سمع بيها قبل كده، قرأ عنها. هي قصتها ان الاكسز اللي موجودة في المعادلة بتاعت الانحدار المتعدد، الاكسات اللي موجودة في معادلة الانحدار المتعدد بيبقى بينها توليفات خطية، بيبقى بينها ارتباطات عالية. يعني لما اجي احسب ارتباط بيرسون بين المتغيرات المستقلة الموجودة، بين اي متغيرين او بين اي متغير وغيره من المتغيرات، في الحالة ده هي هكتشف معاملات الارتباط مرتفعة. ففي الحالة دي بيسموا المعادلة فيها مشكلة ازدواج خطي، وده بيترتب عليه نتائج مش مرضية. بيترتب عليه ان الاخطاء المعيارية للمعلمات المقدرة حجمها بيزيد، والاشارات بتاعتها، اشارات المعلمات، بتختلف عن الايه، عن المنطق الاقتصادي او عن ما هو متوقع منها. طب ايه يترتب على المشكلة بتاعت الازدواج الخطي تاني يا جماعة؟ بيترتب عليها زي ما قلت اول حاجة ان الاخطاء بتزيد. طب انت لما تيجي تحسب التي اللي هي بتاعت اختبار معنوية كل ثابت على حدة، بتقسم الثابت على خطأه. طب الخطأ اللي تحت ده حجمه كبر، ايه اللي يحصل في التي صغرت فتطلع غير معنوية. دي من ناحية، ومن ناحية تانية بتديك اشارات مش مظبوطة للمعلمات، والكلام ده كله بيؤثر في النهاية على التنبؤ. فالزواج الخطي بيعمل مشاكل كبيرة في حال وجوده في معادلة انحدار، وما نقدرش نتجاهله، لأن كل المتغيرات الاقتصادية أغلبها بيتحرك معا. يعني ايه بيتحرك معا؟ يعني تبص تلاقي الـ الناتج القومي بيتحرك مع ارتفاع أسعار النفط، مع بيتحرك مع ارتفاع أسعار عمل الإنتاج، بيتحرك مع التكاليف. فتبص تلاقي في ارتباطات موجودة. طيب ايه الحل؟ بيقولك احذف المتغيرات اللي سبب الازدواج. بس في باحثين بيبقى بالنسبة لهم الموضوع ده صعب، انه يحذف متغير مستقل بالنسبة له مهم في الرسالة، لانه كاتب اسمه في عنوان الرسالة من بره. فالازدواج الخطي ده مشكلة بالنسبة للباحثين، وريدج ده بيعالج هذه المشكلة عن طريق انه ايه، بيحاول يعالج مشكلة الازدواج دون حذف المتغيرات المتسببة فيه، من غير ما يلجأ لحذف المتغيرات المستقلة المتسببة في حدوثه. طب نكمل كلامنا. معنى الكلام ان انت هتحصل على معامل تحديد مرتفع، لان وجود متغيرات مستقلة كتيرة في المعادلة بيرفع من قيمة معامل التحديد، لان كل ما بتضيف متغير مستقل للمعادلة كل ما معامل التحديد بيزيد بنسبة. كمان دوت بيديك ميزة تانية، انك بتحتفظ بالمتغيرات الهامة في العلاقة في ظل وجود توليفات خطية بينها، وذلك في شرط بقى حاطينه هنا، بشرط عدم وجود قيم شاذة تسبب الازدواج الخطي، حيث يتم معالجة هذه الحالة بتطبيق طرق تانية غير الريدج. بيتم معالجة هذه الحالة بتطبيق طريقة المربعات الصغرى المرجحة، أو طرق التقدير شبه المعلمية، أو غيرها من أساليب التقدير اللي بتستخدم في ظل وجود قيم شاذة. طيب تعالى نتنقل لنقطة تانية.
انحدار ريدج ده بيعتبر بديل للمربعات الصغرى العادية الـ OLS، وانحدار ريدج ده واحد من عدة مقدرات انحدار متحيزة. يعني انحدار ريدج ده متحيز. طب التحيز تعريفه ايه؟ تعريف التحيز، وليكن عندنا مثلا مقدر اسمه بيتا هات ستار، ده امتى بيبقى متحيز؟ لما بيكون التوقع بتاعه ما بيساويش المعلومة الحقيقية، لا يساوي المعلومة الحقيقية. بس هنا في حتة مهمة، بيقولك تاخد في اعتبارك ان في الناحية التطبيقية قد يكون مقدر للمربعات الصغرى العادية، مقدر الـ OLS هو الاخر متحيز. ليه بقى؟ لانك لا تستطيع ان تجزم انه غير متحيز الا اذا كان النموذج المستخدم هو النموذج الصحيح. وحيث اننا لا يمكننا القول بتلك الحقيقة، فإننا لا نتوقع أن مقدر الـ OLS سيكون غير متحيز. يعني ده متحيز وده متحيز، مش هتقدر تجيب OLS غير متحيزة إلا إذا قدرت توصل للنموذج الصحيح، وده طبعا بيبقى شيء مش سهل. طيب تعال نشوف مع بعض نقطة جديدة في العلاقة بين ريدج وبين الاول. لما بنيجي نقدر معلومات انحدار ريدج المعيارية، انت عشان تقدر المعلومات وفقا لاسلوب المصفوفات بتطبق القانون ده، بيقولك بيتا هات ستار كي. طبعا احنا حطينا فوقها هات ليه؟ عشان دي بيتا المقدرة، وحطينا عليها ستار ليه؟ عشان نميزها عن المربعات الصغرى اللي هي بتبقى بيتا بس من غير ستار. طب وكتبنا جنبها كيه بمناسبة ايه؟ الكي ده قصة لوحده. الكي ده بيسموه ثابت التحيز وبيسموه علامة ريدج. يعني الكي دوت يعتبر هو اللاعب الرئيسي في عند ريدج، وهنعرف دلوقتي ايه دوره في الموضوع. تعال اقرا كده القانون بتاع المصفوفات، بيقول لك اكس ترانسبوز اكس زائد كي اي الكل ماينس واحد، يبقى كده دخلنا في الانفرس. السالب واحد اللي فوق دي معناها انفرس اكس ترانسبوس واي. طبعا القانون ده بيفكرني بقانون المصفوفات بتاع الاو ال اس، بس كان قانون الاو ال اس مفيش حتة زائد كي اي دي. كي اي دي زيادة بتاعت ريدج. لو شلت الكي اي دي، او بمعنى اخر لو كانت الكي بزيرو، لو كانت الكي قيمتها بزيرو، يبقى كده هتوصل لتقديرات المربعات الصغرى اللي هي اكس ترانسبوس اكس انفرس اكس ترانسبوس واي. لو انت حطيت الكي زيرو، هو الكي عادة يتراوح بين الايه، بين الصفر والواحد، وبيسموه ثابت التحيز او بيسموه معلمة ريدج. تعال نشوف تفاصيل المعادلة دي. احنا عرفنا الهات اللي اتحطت على البيتا ايه سببها، وعرفنا الكي معناها ايه. الكي ده اسمه ثابت التحيز يتراوح بين صفر وواحد، واكس ترانسبوس اكس انفرس دي مصفوفة معاملات الارتباط البسيط بين ازواج المتغيرات، والاي دي مصفوفة الوحدة، والاكس ترانسبوس واي ده متجه معاملات الارتباط البسيط بين المتغير التابع والمتغيرات المستقلة. المتجه ده اللي هو افكرك بيبقى مكتوب جواه ايه؟ مكتوب جواه سمشن واي، وتحتها سمشن اكس 1 واي، وتحتها سمشن اكس 2 واي، وتحتها سمشن اكس 3 واي. يعني عمود مصفوفة تتكون من عمود واحد. طيب بالنسبة لموضوع الكي، الكي تتراوح بين الصفر والواحد الصحيح زي ما قلنا. اختيار قيمة الكي ومحتاج ذكاء، وبيتم اختيارها بطريقة تحكمية من الباحث، بس مداها بين زيرو وواحد. وهنعرف ازاي انا كباحث اقدر احدد الكي المناسبة اللي تديني تقديرات كويسة وتحللي المشكلة بتاعت الازدواج، وفي نفس الوقت موصلش لنسبة تحيز كبيرة. هنعرف دلوقتي ازاي بتتقدر الكي دي، المعادلة ودي التعريفات بتاعتها. برضك دي ممكن تكون موضع سؤال، واخدين بالنا من الكلام؟ دي ممكن تكون موضع سؤال. دلوقتي
إيجاد قيم نموذج انحدار ريدج الأصلي. بيقولك زي ما في طريقة المربعات الصغرى لما بتحول المقدرات من الشكل المصفوف إلى الشكل الأصلي، نفس الحكاية تعملها مع انحدار ريدج، مع ملاحظة حاجة خطيرة جدا بتميز انحدار ريدج عن انحدار الـ OLS، اللي هي ايه؟ ان انت بتروح تقدر الثابت لوحده من معادلة المتوسطات. كان في معادلة زمان يقول لك معادلة المتوسطات اللي كنا بنجيب منها الثابت اللي هو اسمه ألف، كان يقول لك ألف بتساوي ست شرطة ناقص ب س شرطة. أقولها تاني، ألف بتساوي ست شرطة ناقص ب س شرطة، حيث الس شرطة مج س على ن، والس شرطة مج س على ن. المقطع ده بقى اللي هو الألف، احنا هنا بنرمز دي بالرمز البيتا نوت. بيتا نوت المقدرة عند كيه معينة بتساوي واي بار ناقص بيتا وان هات كي اكس وان بار وهكذا. يبقى انت بتروح تقدر الثابت بطريقة منفصلة بعيدا عن المعادلة اللي فاتت. امال المعادلة اللي فاتت كانت بتجيب ايه؟ كانت بتجيب كل البيتات اللي هي كانت موجودة جنبها اكسات، اللي هي بيتا 1 وبيتا 2 وبيتا 3. اما البيتا نود دي بنجيبها بعد كده بهذه الصورة. وهكذا يتضح ان انحدار ريدج لا يستخدم مباشرة في الحصول على المقطع اللي هو الانترسبت، اللي هو الالف او البيتا نوت، او ساعات بنسميها الفا. النقطة اللي جاية دي الكشف عن الازدواج الخطي. في اختبارات كتيرة للكشف عن الازدواج الخطي، في اختبارات هتاخدها في مادة الاقتصاد القياسي، ولكن مع ريدج، مع اسلوب انحدار ريدج، في اسلوب معين بيستخدم للكشف عن الازدواج الخطي وانت بتطبق انحدار ريدج. الاسلوب ده اللي هو اسمه اسلوب عوامل تضخم التباين، اللي هو الفي اي اف. تعال نشوف كده قصتها ايه. قال لك انت عارف ان الازدواج الخطي بيترتب عليه كبر حجم الاخطاء المعياريه للمعلومات المقدره. الكلام ده احنا عارفينه، قلناه في البدايه ساعه ما قلت لك كبر حجم الاخطاء المعياريه. ده معناه لما تيجي تقسم الثابت على خطأه يطلع غير معنوي. ليه؟ لأن الخطأ كبر. وكمان بيترتب على كبر خطأ الأخطاء المعيارية زي ما قلنا، بيترتب عليها عدم معنوية التقديرات، إضافة إلى عدم استقرارها واختلاف إشارتها عند حدوث أي تغير في حجم العينة. ومن الطرق الأساسية الواسعة الاستخدام في الكشف عن وجود الازدواج الخطي هو حساب حاجة اسمها عوامل تضخم التباين. ودي على فكرة سهلة جدا وتكشف لك الازدواج الخطي بسرعة، حيث تقيس عوامل تضخم التباين مدى تضخم تباين المعاملات، مدى تضخم تباين معاملات الانحدار المقدرة. بتشوف لي قد ايه التباينات تضخمت عن حقيقتها في ظل وجود الازدواج الخطي. ويتم حساب عامل تضخم التباين الـ VIF لكل متغير مستقل على حدة، حيث الـ VIF بتساوي 1 على 1 ناقص R سكوير I، والـ I من 1 إلى N، 1 2 3 وأنت ماشي كده. حيث الـ R سكوير I معناها معامل التحديد لنموذج انحدار المتغير المستقل I على باقي المتغيرات المستقلة في المعادلة، حيث نوجد انحدار X1 مثلا يعني على بقية المتغيرات المفسرة، وذلك على النحو الآتي. يعني بالعربي بتعمل دالة جديدة، دالة داخل الدالة. يعني ايه دالة داخل الدالة؟ يعني الاكسات دي المفروض كلها تكون موجودة بعد علامة يساوي. انت هتروح تعمل انحدار بين واحد منهم وبين الباقيين عشان تشوف في توليفات خطية بينه وبين الباقيين ولا لا. فطبعا لما بتروح تعمل معادلة جديدة وتعتبر اكس 1 ده تابع والاكسات التانية بتأثر عليه، الواي طبعا قاعدة الناحية التانية قبل علامة يساوي قاعدة في حالها. انا بتكلم دلوقتي على الاكسات بعضها وبعض. فلما بتعمل علاقة زي دي بتروح تحسب لها معامل التحديد بتاعها، الار سكوير بتاعها، بتاخده وتعوض بيه في الفي اي اف. طب تعالى شوف الكلام ده وهنأكد عليه في الصفحة الجاية. تابع الكشف عن الازدواج الخطي. بعد كده بتعمل اللي انت عملته مع اكس 1 تعمله مع اكس 2، تجيب انحدار الاكس 2 مع بقية المتغيرات المفسرة او المستقلة الاخرى، زي الدالة اللي انت شايفها قدامك اكس 2
فانكشن في الاكس 1 والاكس والاكس 3 وهكذا وهكذا. وفي كل مرة بتحسب قيمة معامل التحديد الار سكوير اي، وتستخدمها في ايجاد قيمة الفي اي اف، لان الفي اي اف بتساوي 1 على 1 ناقص ار سكوير. فلو طلعت قيمة الفي اي اف اكتر من 10 دل ذلك على وجود ازدواج خطي، وده رأي عدد كبير من العلماء. في ناس تانيين بيقولوا ايه 5، يعني لو طلعت اكتر من 5 يبقى في ازدواج خطي، انما العشرة دي تعتبر حاجة وسط كده، زي بالظبط مستوى المعنوية اللي هو 5% اللي احنا ايه بنعتبره يعني معقول في الابحاث العلمية. طيب لو الفي اي اف طلعت اكتر من 10 ده بيدل على وجود ازدواج خطي، وعموما العشرة دي بتكافئ معامل تحديد قدره 90%، لانك لو رحت للمعادلة اللي في الصفحة اللي فاتت ورحت خدت 90% دي عوضت بيها مكان ال r سكوير اي، هتيجي تقول 1 على 1 ناقص 90% هيطلع لك 10. دي بتعادل معامل تحديد قدره 90% لنموذج انحدار المتغير المستقل اي على بقية المتغيرات المستقلة. وعموما قيمة ال VIF قيمة معامل تضخم التباين بتتراوح بين 1 وبين ما لا نهاية. قبل ما انقل على الحتة دي، في اوبشن كده في برنامج اسمه فيوز، برنامج اسمه اكونومتريكس فيو، اللي هو بيختصر بكلمة اي اللي في اول كلمة اكونومتريكس اكونومتريكس وبعدين كلمة فيو. فالفيو ده او الفيوز في اوبشن كده معينة بتقول لك تحب اعرض عليك جدول يحتوي على عوامل تضخم التباين اللي هي الفي اي اف، فتقول له لو علمت عليها علامة كده ودوست على اوكي فبيطلع لك جدول. الجدول دوت يعني انا عايزك تتخيله معايا، اول عمود من ايدك الشمال، اول عمود لانه بيتقري من الشمال، اول عمود من على ايدك الشمال مكتوب عنده كي. مين هي كي؟ اللي هي معلمة ريدج او ثابت التحيز، ده اول عمود. العمود اللي جنبيه مكتوب على رأس العمود من فوق اكس 1، اللي بعدها اكس 2، بعدها اكس 3، بعدها اكس 4، وفي اخر عمود خالص مكتوب ار سكوير. لو حد معاه ورقة وقلم وجه تخيل شكل الجدول ده، اول عمود اسمه كي، الاعمدة اللي بعد كده بتتضمن المتغيرات المستقلة اللي معاك في الرسالة او في المعادلة، والعمود الاخير بيبقى فيه ار سكوير. اول ما بتدوس اوكي بيطلع لك الجدول دوت. الجدول ده انت ممكن تتحكم في عدد صفوفه. يعني ايه عدد صفوفه؟ يعني لو جيت قلت له انا عاوزك تعمل لي الكي بدايتها 1 من 10، والستيب اللي انت تمشي بيه، الخطوة اللي تمشي بيها 1 من 10، فبص تلاقيه اداك سطر، اداك صف الكي فيه ب1 من 10، الصف اللي بعديه مديك التقديرات عند 2 من 10، بعد كده 3 من 10، 4 من 10، 5 من 10، وهكذا. ممكن تقول له اعمل لي المدى بتاع الكي ما بين 1 من 10 و2 من 10. معقول؟ قال لك اه ممكن تاخد بين 1 من 10 و2 من 10 تخليه يعمل لك جدول في اي اف، بس هتخليه يمشي بنظام ايه 1 من 100. ممكن يطلع لك 20 سطر في الجدول ده كلهم ارقام. الارقام اللي جوه دي اسمها عوامل تضخم التباين. فتمسك انت الجدول كده تبص هتتفاجئ بمفاجأة عجيبة قوي، ان السطر الاولاني اللي هو عند بداية الكي، اول انطلاقة للكي، هتبص تلاقي في اول صف موجود عوامل تضخم تباين عالية جدا، تلاقي مثلا 100 180 215 420. تيجي بعد كده لما الكي تبقى ب2 من 10 تلاقي العوامل دي بدأت تنزل. الكي عند 3 من 10 العوامل بتاع التضخم التباين دي بدأت تنزل اكتر. فتبص تلاقي نفسك وصلت كده لسطر معين، ممكن يكون في نص الجدول او في تلت الجدول، السطر ده
تيجي تبص على عليه تلاقي كل عوامل تضخم التباين اللي جواه، سواء بتاعت اكس 1 او اكس 2 او اكس 3 او اي متغير موجود في الجدول، تلاقي العوامل دي كلها اقل من 10، تلاقيها مثلا 4 و6 من 10، 2 و3 من 10. فالسطر ده اللي هو نقطة الانتقال ما بين المشكلة وبين عدم المشكلة، ما هو السطر ده كل اللي هيجي بعديه بعد كده قيم صغيرة. اي سطر هتفحصه بعد كده هتلاقي عوامل التضخم التباين بتنزل ايه جامد جدا، انما انا بدور على النقطة. خد بالك بقى عشان اختار الكيه المناسبة للرسالة بتاعتي، بدور على الكيه اللي هي تعتبر من بعدها تبدأ عوامل التضخم في الانهيار، في الايه، في الهبوط. قبلها كانت عوامل التضخم معدية ما بين 50 و60 و100، بعد كده جينا عند السطر مثلا السابع او السطر السادس في الجدول ولقينا عوامل التضخم بدأت ايه تنزل، فبقول الكي المناسبة هي عند 6 من 10. طب لو جينا مثلا عند السطر الثالث وبدأت عوامل التضخم تنزل، فبقول له الكي المناسبة 3 من 10. بختار الكي اللي هي تعتبر عندها هتبدأ يحصل التغير في عوامل التضخم، بعد ما كانت عالية جدا اصبحت ايه بتنخفض انخفاض رهيب مرة واحدة. دي طريقة من طرق تحديد الكي. ليه بقى؟ لان الباحث المفروض بيحددها بطريقة تحكمية، والبرامج الجاهزة ما بتتدخلش في تحديدها. طب ليه؟ طيب ما البرامج الجاهزة عندها ذكاء جامد جدا وما وراهاش حاجة، ممكن نقول لها لو سمحت انا عايز الكي المثلى، تقول لك لا. ليه؟ لان انا ممكن اديك الكي المثلى وتبص تلاقي الاشارات عندك لسه مخالفة للمنطق الاقتصادي. ففي الحالة ده هيت البرنامج كده هيقيدك بكي معينة، فهو ساب لك الحرية. ادي الجدول قدامك، انت ممكن تعمل قيم كده 20 30 قيمة ورا بعض، يعني تقول للبرنامج امشي ايه، امشي 0.5% بكل خطوة، 0.5%، يعني كل مرة تزود 0.5% على الكي، فيطلع لك في كل مرة عوامل تضخم التباين والمناظرة. فعشان كده بيترك ليك بطريقة تحكمية تختارها. فانا بقول لك بتختار الكي اللي هي عندها بيبدأ التغيير، عندها بتبدأ الفي اي اف تنزل عن العشرة. طيب نفترض واحد قال لي طب ليه ما نروح نختار الكي اللي هي في اخر الجدول دي، ده عوامل تضخم التباين عندها ب2 من 10 و1.5 وكلام يعني بسيط او اقل من 10. اقول له الموضوع ان انت كل ما قيمة الكي بتزيد كل ما التحيز بيزيد، فالموضوع موازنة بين حاجتين، بين ان انت لو زودت الكي زيادة عن اللازم التحيز هيزيد، لان الكي بصفر بتوديك للاو ال اس، بتوديك للمربعات الصغرى، اما كل ما قيمة الكي بتعلى كل ما التحيز بيزيد، واحنا مش عايزين برضك يبقى عندنا تحيز كبير. فعشان كده بناخد الكي المعقولة اللي هي عندها عوامل التضخم التباين بتنزل وعندها يبقى في اشارات متفقة مع المنطق، لان في كل سطر هتبص تلاقي الاشارات بتتغير من كي لكي، يعني كل كي بتديك اشارات مختلفة عن اللي قبلها الا اذا كان هناك بعض المتغيرات مستقرة على اشاراتها. طيب الحتة اللي انا اتكلمت فيها دي علاقة الكي بالفي اي اف وازاي تجيبها من طريق الجدول، دي حاجة يعني انا يعني كنت اشتغلتها عملي في البحث بتاع الدكتوراه بتاعي، انما في طريقة تانية بتجيب الكي شبيهة بيها هنشوفها في اللي جاي. تحديد قيمة الثابت كي اللي هو بيسموه علامة ريدج او ثابت التحيز، تعكس قيمة الثابت كي مقدار التحيز في المقدرات، ويلاحظ انه عندما تكون قيمة الثابت كي مساوية للصفر فاننا نحصل على مقدرات المربعات الصغرى. واخدين بالكم ان انا عوضت جوه القوس ده، مش كان فيه جواه كي مضروبة في المصفوفة الوحدة اللي هي اي، فلما اضرب صفر في الاي هتروح، فيتبقى لك تقدير البيتا بتاع المربعات الصغرى اللي هو اكس ترانسبوز اكس انفيرس اكس ترانسبوز واي. فلما تكون قيمة الثابت اكتر من الصفر بنحصل على مقدرات متحيزة، الا انها اكثر استقرارا من مقدرات المربعات الصغرى، بس بيعاب على طريقة انحدار ريدج صعوبة تحديد الكي المثلى. وللوصول الى قيمة الكي التي تعطي افضل نموذج بنستخدم عادة رسم بياني، يبقى في رسم بياني جنب الحتة اللي انا قلتها لك من شوية. انا كنت قلت لك ممكن اوصل للكي المثلى عن طريق ان انا افحص قيم عوامل تضخم التباين، واول ما الاقيها بدأت تهدى اخد الكي، ما اروحش بقى لغاية ما الكي اللي في اخر الجدول، لا ده انا عاوز الكي اللي هي عندها الموضوع يدوبك عشان ما بعدش قوي بالتحيز. طيب ايه موضوع بقى
الرسم البياني دوت ده رسم بردك اوبشن موجود في برنامج فيوز، ان انت بتدوس تقول له انا عايز لو سمحت الريدج تريز. الريدج تريز هنشوف دلوقتي ايه قصته. عشان اوصل لقيمة الكي اللي بتدي افضل نموذج بستخدم رسم بياني، حيث يتم رسم قيم معاملات الانحدار، معاملات الانحدار ريدج على المحور الرأسي، مع قيم مختلفة لثابت التحيز كي على المحور الافقي. يعني المحور السيني عليه كي والمحور الرأسي عليه قيم المعاملات المقدرة، مع اخذ قيم عوامل تضخم التباين الـ VIFS في الحسبان. الـ VIF دي بتاخدها في الاعتبار وانت بتعمل الـ Ridge Trace برضك للتأكد من حل مشكلة الازدواج الخطي، ويعرف الشكل الناتج باسم الـ Ridge Trace. الـ Ridge Trace ده بقى مهم قوي. لو اظهر الشكل استقرارا في قيم المعلومات المقدرة مع انخفاض قيم عوامل تضخم التباين عند قيمة محددة للكي، يتم اختيار احد النماذج المناظرة لتلك القيمة بصورة تحكمية. معلش بقى ازود ت مربوطة في المكان بتاع لتلك القيمة. يعني ايه لتلك القيمة؟ يعني بتاخد القيمة بتاعت الكي في الحالة دي. باختصار انا هقولها لك بالراحة كده، الريدج تريس ده بيبقى عبارة عن محورين وفي منحنى بينزل من أعلى اليسار لأسفل اليمين، بيبقى عامل زي القوس. القوس دوت بيبقى نازل من فوق، بيبقى واخد شكل المحورين أو قريب من شكل المحورين كده، بس في شكل تقوس كده، قوس نازل من فوق من أعلى اليسار لأسفل اليمين. المهم المنحنى ده هو ماشي كده، كان ماشي مقعر في كيرف، فجأة بعد ما وصل لقرب المحور السيني كده بيبدأ يستقيم، يعني يبدأ يمشي في شكل خط مستقيم. يقول لك بس ده كده المعلومات بدأت تاخد شكلها النهائي ومش هتتغير قيمها. فأنت بتيجي عند النقطة اللي بدأ فيها المنحنى يأخذ شكل الاستقامة وتقول له أنا هختار الكي في الحتة دي. فأنت بمجرد الرسم تقول بالنظر للرسم انا شايف ان احسن كيه ان كيه تكون ب3 من 10، لان عندها المنحنى بتاع الريدج تريس بدأ يستقر، بدأ يستقيم. دي طريقة تانية لتحديد افضل كيه. اخيرا بقى مقارنة بسيطة بين انحدار ريدج ومقدر المربعات الصغرى. طبعا انتوا عارفين ايه الفرق بين المقدر والتقدير. المقدر اللي هو الصيغة او القانون، اما التقدير اللي هو الرقم اللي بيطلع. المقارنة باختصار بتقول لك ان الدافع من وراء استخدام مقدر اخر بديل للمربعات الصغرى يجب ان يكون ان هذا المقدر البديل له تباين اقل. يعني ايه اللي بيخليك تندفع عشان تاخد حاجة بديلة للمربعات الصغرى للاو ال اس الا اذا كان البديل دوت له تباين اقل، وان الفرق في التباينين يجب ان يكون اكبر من الغاء تأثير التحيز الناتج عن استخدام المقدر البديل. يعني لازم الفرق في التحيز، الفرق في التباين ده يعوضك عن التحيز الناتج من استخدام مقدر بديل. ويجب علينا استخدام انحدار ريدج بذكاء اذا امكن ذلك، واختيار الكيه بطريقة تجعل انحدار ريدج يثمر عن نتائج اعلى. يعني الذكاء في ان انت ايه تختار قيمة الكي المناسبة. وكلما كان الازدواج الخطي في اقصاه كلما كان هناك فرصة او مساحة للتفوق على مقدرات المربعات الصغرى. يعني كل ما يكون الازدواج الخطي عالي فدي معاك فرصة ان انت تجيب ان انت تتفوق على المربعات الصغرى بالريدج. ويشار في الاخر خالص الى ان انحدار الريدج يمكن ان يكون بديل مهم لطريقة الاو ال اس عندما تكون إشارات مقدرات المربعات الصغرى مختلفة عن إشارات معاملات الارتباط. ودي مشكلة بتواجه الباحثين، إنه يتفاجئ مثلا إن إشارة السعر مع الكمية إشارة موجبة، وده طبعا مستحيل. إزاي يبقى السعر مع الكمية موجب؟ وده بيبقى سببه الازدواج عادة الخطي. فبنعمل إيه بقى علشان يعني نفك هذه الإشارة؟ نلجأ للريدج. يبقى الريدج بإيه؟ بيعالج حتة الإشارات المختلفة. ومع تذكر أن الحصول على إشارات صحيحة، يعني إشارات معنى كلمة صحيحة يعني متفقة مع المنطق،
الحصول على الإشارات الصحيحة دي لمعلومات الانحدار المقدرة يجب انه يعني يكون في الاعتبار، ما ينفعش اتجاهل موضوع الإشارات ديت، لان ده امر مهم لو كان الهدف هو التقدير او التنبؤ. التقدير او التنبؤ. بكده يبقى وصلنا لختام الموضوع وختام المحاضرات، وفي النهاية يعني تحياتي وتمنياتي بكل توفيق. والمحاضرة زي ما انت شايف كلام محدود، مهم جدا ان انت تخليك ماشي في نفس خط السير اللي انت كنت عامله، ان انت تضع اسئلة على هذا الكلام وتضع حلول ليها. واللي يحب يعرض عليا الاسئلة الموضوعة على هذا الجزء اهلا وسهلا، يبعتها لي واحنا متواصلين مع بعض على الجروب. وفي نهاية المحاضرة بشكركم وبتمنى لكم إن شاء الله كده التوفيق، وإن شاء الله عقبال ما نبارك كده على النجاح وعلى التسجيل للماجستير بمشيئة الله. تحياتي وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.